ما حنروح لمساحتنا الاجتماعية. صحيح رشا، ورح نحكي فيها عن مفهوم الاحتكار. بنسمع عن الاحتكار بالاقتصاد، ولكن الاحتكار بالعلاقات الاجتماعية، شوفي او بتحكي عن حدا انه هذا شخص بيحتكر العلاقات، او صادفتي بحياتك حدا بيحب انه يكون علاقته بس برشا اذا هي دخل اسمها على الخط؟ يعني انا بعتبر القصه انانيه، يعني هذا الشخص محب يعني لدرجه مفرطه بتروح للانانيه، والطرف الثاني هون بيكره، يعني اكيد حيكره، حيوصل لمرحله يكره فيها ما حيقدر يستمر بالعلاقه. تمام، رح نحكي اكثر عن موضوع الاحتكار بالعلاقات الاجتماعيه، كيف ممكن نحن نتعامل معه، اذا تعرضنا له كيف كمان ممكن نتعامل معه. كل هاي التفاصيل رح نحكيها مع اختصاصية التنمية الذاتية مريم العيسى. يسعد صباحك. صباح الخير. وسهلا فيكي. صباح النور. اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا. يعني كنا نسمع صار احتكار للمواد الغذائية، صار احتكار للبضائع اللي نحن بحاجته دائما بحياتنا اليومية، وكان سبب ازمات حتى اليوم. يعني هذا المصطلح عاملين له اسقاط على العلاقات الاجتماعية، وايضا عم يسبب ازمات. شو ليش هذا الاحتكار يعني؟ هلا عادة الاحتكار بالمواد أو بالقصص الثانية اللي هي المواد الاستهلاكية بيكون لفترة زمنية محددة، يعني أنا بحتكر هي القصة بخبيها لفترة زمنية محددة، بعدين أنا بظهرها لغاية معينة، مثلا غاية زيد السعر من الآخر، زيد سعرها. تمام، بس هي الفكرة هون، الفكرة بالفترة الزمنية المحددة. بالعلاقات الاجتماعية الاحتكار بيصير لفترة دائمة، أو إنه أنا بدي هذا الشخص بحياتي بشكل دائم، وبدي إياه إلي أنا لوحدي بس بدون ما يختلط مع اي حدا تاني. كيف يعني هي انا بدي اياه؟ يعني شو بدي يعني انه هذا الحصار؟ هذا الحصار هلا طبعا حنحكي بالاسباب بعد شوي، بس مبدئيا شو يعني، او شو هي السلوكيات؟ يعني مثلا خليني اقول لك بالعلاقات اللي هي علاقات الشركاء او علاقات الحب، العلاقات العاطفيه، علاقات العاطفيه بتبلش القصه بانه انا بغار عليها او بغار عليه او مهتم فيه او مهتمه فيه، فما تشوفي حدا، ما تطلعي مع حدا، انسيلي رفقاتك، انسيلي كذا والى اخره. هي ببلش شكلها بهي الطريقه. تمام. طبعا اغلب العلاقات ممكن يكون فيها هيك، لكن نحن بنقول نحكي في غيره سليمه وسويه، وفي غيره غير سويه. الشخص الواعي بده يعرف ويستوعب انا لاي مرحله هذا الشخص عم بياثر او عم يحاول يحصرني ويقطرني بمكان معين، عم يبعدني عن رفقات، عن مدرسه احيانا، عن نشاطات انا بعمل فيها بقوم فيها بحياتي العاديه. كل ما حسيت هذا الشخص عم يبعدني، عم بيوديني لمكان كون فيه انا لحالي، فهذا دليل على انه انا هذا الشخص بده يعمل نوع من الاحتكار، او نوع من انه انت الي وبس، او انت الي وبس. وعلى فكره القصه مو بس شاب لصبيه، كمان الصبيه بتعمل هيك مع الشباب، لمرحله انه هي بتوصله لمكان بيكون عنده رفقات، بيكون عنده اصدقاء، بيكون عنده كل شيء، بعد فتره زمنيه بتلاقي ما عنده حدا. هي القصة بتصير بتسلسل. فأنا هون بدي انتبه إنه أنا لوين رايحة بهي العلاقة. حتى بالنسبة لهي العلاقات العاطفية، حتى بالنسبة للرفقات، بتلاقي شخص، بتلاقي حالك أنت مع رفيقة معينة باللا شعور بتحسي حالك إنه أنت ما بتقدري تقولي لها أنا طلعت مع رفيقة تانية، ما بتقدري تقولي لها أنا رحت على المشوار الفلاني بدون ما أقلها. هي السلوكيات اللي ليش انا ما بقدر اقول؟ لاني انا بعرف انه هذا الشخص رح يزعل، انا مرقت علي مواقف سابقه مع هذا الشخص، بعرف انه انا لما طلعت لمكان معين او طلعت مع اشخاص معينين فهو زعل واخذ موقف مني، فانا صرت اتجنب لاني بحبه او في علاقه بيني وبينه انه هو ما يزعل مني، فبجي انا شو بعمل؟ باللا شعور بصير انا ما بقول له اذا انا رايح لمكان معين او ما عندي رفيق ثاني او الى اخره. في اشخاص بيصرحوا بشكل صريح انه انا ما بدي تكون على علاقه بحدا ثاني، سواء علاقه رفقه او علاقه عاطفيه، وفي ناس لا بتتصرفوا بهذا الشيء بتصرف مثل ما بقول باطني ما انه ظاهر. طيب خلينا نحكي كيف ممكن الشخص اللي الطرف الثاني يعني اللي عم يوقع عليه الاحتكار، اذا بدنا نقول كيف ممكن يتعامل؟ انا في شخص مثلا بحبه ما بدي اخسره، ولكن عم بتضايق كثير من هذا السلوك، كيف ممكن اتعامل معه؟ كيف ممكن اتعامل؟ اول شيء بدي اكتشف هذا الموضوع اذا كان هو فعلا مثل ما حكينا مو غيره سويه ولا هو مجرد اهتمام فيني. انا بدي اكتشف هذا الموضوع، اذا اكتشفت انه لا هو رايح باتجاه الاحتكار، فانا ببساطه ببلش شوي شوي خفف، ببلش شوي شوي. اذا انا بدي احافظ على هذا الشخص فانا بدي احط معاييري، انا بدي احط شروطي، انا بدي فرجيه انه انا مع معك ومع الأشخاص التانيين، معك أنت بحياتي، وفي عندي نشاطات تانية، وفي عندي سلوكيات تانية أنا بدي أسلكها. هذا الحكي كتير سهل لما بتكون العلاقة ببدايتها، كتير سهل أنا أحط معايير وشروط اللي أنا بدي إياها، والشخص التاني كمان يحط معاييره. أنا لما بغرق وبسمح أني أنا أنغش وفوت بالعلاقة لأني مبسوطة بالبداية أنه مهتم فيني وحاببني وغيران علي، بعدين بغرق بمكان بلاقي حالي لحالي صرت. هذا الشيء بده يكون في وعي من البداية. إذا أنا لقيت هذا الشخص مبلش يحاصرني من كل الاتجاهات، فأنا بدي بلش انتبه وبلش اطلع من هذا الموضوع بأنه أنا شارك هذا الشخص بأشياء تانية عندي بحياتي، حسسه أنه في أفراد بحياتي مهمين. في ناس بتحتكر الشخص لمرحلة حتى أهله ممنوعين عليه،
حتى اقرب الناس له ممنوعين عليه، ما في داعي تروح لعنده. انا بعرف ناس هيك على فكره يعني موجودين موجودين حتى بالحياة. ممنوع انها تحكي مع اخوها مع تمام. اي حدا من تمام. انه بغار يعني تمام. انه وصلت لمرحله انه مطرب فنان يعني صابه حاله هستيريا وقت حس انه هي كثير كثير متعلقه فيه. تمام هذا اللي احنا عم نحكي عنه انه بس هو كمان اليوم مرض نفسي. هاي القصه مريم طبعا الى اثار تترك بعدين. هلا لما شخص بيروح بهي العلاقه وبيقول لك انا بدي هذا الشخص وما بدي حدا ثاني، سنه وسنتين وثلاثه واربعه وخمسه، لما بيختنق وبده يطلع لمكان ثاني بيلاقي ما ضل حدا، ما في عنده حياه اجتماعيه. طيب الطرف هذا اختنق، الطرف الاول ما مل ما بمل، لانه هلا بدنا نحكي بالاسباب، هو بيتغذى على هذا الموضوع. طيب خلينا نروح على الاسباب. نروح على الاسباب. اول شيء واهم شيء بدنا نعرفه انه من الاساس من التربيه بيكون في كثير مشاكل هذا الشخص فاقده. هي الخوف، اذا بدي احط عنوان عريض لهذا الشخص اللي هو يروح باتجاه الاحتكار، هو شخص فاقد لاشخاص بحياته او لاشياء مهمه بحياته. الفقد، خوف من الفقد، فبيروح بيفكر انه انا اذا تعلقت بشخص وتعربطت فيه تمسكت فيه فهذا الشخص ما راح يتركني. كل ما لقيت الشخص أكثر تمسك وتعلق، كل ما لازم تعرفي أنه هذا الشخص فاقد أو خايف من الفقد. فقد حدا مهم بحياته من هو صغير، فقد ثقته بالناس اللي حواليه، فقد شيء غالي عليه، هو الفقد، الخوف من الفقدان هو اللي بيؤدي للتمسك وبالتالي الاحتكار. فهذا هو السبب الجوهري. ممكن واحدة من الأسباب اللي كمان أثناء التربية يكون في تمييز بين الأبناء، في حب انعطى لابن اكثر من ابن، في شيء انا عم بستجديه من الناس ما لقيته عند اهلي، انا عم دور على شيء، عم ببحث على شيء عند اشخاص ثانيين ما لقيته انا اثناء التربيه او ما تغذيت عليه واشبعت هاي الحاجات بفتره زمنيه كان لازم تشبع فيها، فانا عندي نقص فجوه. نرجع للطفولة، دائما بنقول الأسباب، أي الأسباب النفسية بتحمل الشخص بشبابه. إذا رجعنا للطفولة بنلاقي إنه هي موجودة. يمكن أنا ما بتذكر كم حلقة صرت طالعة بالتلفزيون وعن كم موضوع حاكي فيه، عن جد ما فيني عدهم. كل مرة بنحكي بقصة اجتماعية اقتصادية مهنية شو ما كانت، نرجع ترجعي للأساس. للتربية، للأشياء اللي فقدت أثناء التربية أو اللي تمت تغذيتها. فهذا الموضوع لازم كثير لانه هلا لما بتقولي لي اعطيني نصائح او اعطيني كذا فرح ارجع لهذا الموضوع نفسه. يعني اهتمامنا هون يتركز اليوم، الاشخاص اللي عم تشذ، الاشخاص اللي عم تطلع خارج اطارات العلاقات السويه، الاشخاص اللي عم يصير عندهم احتكار، الاشخاص اللي عم يصير عندهم غيره او فقدان او هيستيريا او حالات نفسيه كثير صعبه او نوبات من الهلع، هن كلهم اشخاص فقدوا اشياء وهن صغار. طيب فنهتم كثير بهذا الموضوع. طيب الشخص اللي بيطبق موضوع الاحتكار على الطرف الاخر ممكن يتغير ولا هذا خلص طبعا ما بقى يتخلص منه ابدا؟ الشخص اللي هو عم يحتكر الاخرين ممكن يتغير؟ ممكن طبعا ما في شيء ممكن حسب هو شب على شيء شاب عليه يا مريم. لا 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 لك شغله، اذا بدنا نمشي بهي القاعده ما في حدا بيتغير بالحياه. هي القاعده هي انه انا والله في اشياء انا تربيت عليها وراح تضل معي لباقي حياتي، فالناس ما بتتطور ولا بتتغير ولا بتسعى تجاه التنميه. او انا لما بكون عندي مواهب معينه او صفات معينه فانا لا اصلح لاني اروح لشيء ثاني، فهذا الشيء لا. انا بدي اقول لك انه لا، هي القاعده والمثل، مو يعني في قاعده او قول ماثور او مثل انا اتمثل فيه. في قاعده شواذ اكيد، بس انه هو شيء عام. هو تربى على هاي القصة يعني كثير بده جهد، كثير بده يبذل جهد مجهود هو والناس اللي حواليه كرمال يطلع منها. انه اصعب انه انت تغيري سلوك ولا تغيري ايمان وعقيده؟ الانبياء كلهم لما اجوا برسائل معينه غيروا عقيده لاشخاص طبعا. كبار غيروا ايمان، غيروا توجه كامل بالحياه. فكيف تغيروا هدول الاشخاص وهن كبار؟ ما هن شبوا على شيء وشابوا على شيء اخر. فانا ما بدي اتمسك بهي القاعده واقول، لانه هي القاعده انا بشوفها بتدعي لفقدان الامل، ما بتدعي انه انا لا ما في امل معناها بهذا الشيء فانا بدي اروح متمسك فيها. هون عم نحكي عن انبياء يعني عندهم قدرات، عندهم امكانيات لحتى يقدروا هن يقنعوا ويوصلوا رسالتهم. اذا بنحكي عن البني ادمين العاديين كيف ممكن انا اتعامل مع هذا الشخص؟ يا ترى هل انا من اول شيء من بدايه العلاقه برفض موضوع الاحتكار، خصوصا اذا انا شخصيتي ابدا بترفض هذا الموضوع؟ يعني انا ما بستحمل حدا يعني كثير اعطيه تفاصيل او يقيدني بحركتي. سايره لفترة معينة ولا لا من أول شيء برفض ولا بحاول مرة واثنين وثلاثة مثلا فهموا أنه هي مو شخصيتي؟ كيف ممكن أتعامل معه من البداية؟ مثل ما قلت لك، هي في مؤشرات دائما الأشخاص بتقول لك أنه أنا فجأة تغير، فجأة تركني، فجأة لا ما في شيء اسمه فجأة.
هو بيكون في مقدمات لكل الأشياء. أنا بنتبه لهي المقدمات، بنتبه لهي المؤشرات من البداية. مثل ما قلت لك، كان في مؤشر على أنه هذا الشخص عم بيحاول يحاصرني ويحتكرني ويحطني بزاوية معينة بتناسبه وما بتناسبني. كلمة ما بتناسبني يعني أنا دغري بلش حط أنا شو اللي بيناسبني. هذا الشخص العلاج معه دائما الشراكة، بمعنى أنا في عندي مثلا صديق وبده يحتكرني هذا الصديق، فبدي فهمه أنه في إلي أصدقاء آخرين. تمام. بده يقطرني بمكان معين، فأنا بنشاط معين مثل ما حكينا من شوي، هو بيوصل لمكان أنه أهله، حتى أهله الشخص ما تقرب عليه، ما تحكي معهم، ما تتواصل معهم. هي كتير واضحة هي القصة، أنه أنا لا، أنا بدي انتبه، هدول أهلي وبيضلوا أهلي، وأنا في إلهم وقت معين وفي إلهم زمان معين، هدول أصدقائي وبيضلوا أصدقائي وفي إلهم مكان وزمان معين. فهي المعايير أنا اللي بحطها حسب درجة وعي، ما انغش بالعلاقة انه هذا اهتمام، يعني ما سمي شيء بغير مسمى. شخص غيران علي وبده يحاصرني، مو اسمه غيرة او حب. شكرا مريم لحضورك اليوم معنا، وان شاء الله هدول النصائح هيك نروح عليهم وننمي اطفالنا عليهم كرمال نحن نقدمهم للمستقبل بشكل كتير صحيح. حبيبي شكرا لك. شكرا كتير لك مريم. شكرا كتير لك حبيبي.